أهلاً 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 بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير وعلى العال، وربنا دايماً يا رب يجيب كل حاجة خير برحمته سبحانه وتعالى. أنت عارف أنا دايماً مشغول بنقطة كده حتى أتكلم فيها كتير، مسألة أن مصر فعلاً غنية بأهلها، يعني غنية بولادها، غنية بعقولها. النهاردة كنت قاعد عمال بفكر كده بصوت عالي على أنه إحنا الحمد لله والشكر لله، وده بجد يعني عندنا ثراء مذهل في النواحي الإبداعية بشكل عام، يعني إبداع العلماء وقدراتهم وإبداع الفنانين والمثقفين وحاجات زي كده. كنت مثلا بتفرج على مسلسل جزيرة غمام على سبيل المثال، قعدت أتفرج قلت إيه ده، كل دول في مسلسل واحد، يا ربي سبحان الله، حاجة مذهلة يعني، فعلا مش هزار يعني. تيجي تلاقي مثلا إيه ممثلين، حاجة مذهلة مذهلة. أنا من الناس مثلا اللي تحب الأستاذ رياض الخولي جدا جدا، أستاذ محمود البزاوي جدا جدا، وهكذا بقى، حدث ولا حرج يعني، مش عايز أنسى حد. بس تقعد تبص كده على الأداء، إيه العبقرية دي؟ وبعدين الأداء سلس في تدفق، ده مثلا تقعد تسمع المزيكا، الله. طبعا أنا شهادتي في فتحي عبد الوهاب، ده حبيبي وصديقي، شهادتي في طارق لطفي أحبه قد عينيا يعني، في النهاية فدي بقى شهادات مجروحة، لكن هم فعلا يستحقوا بالمناسبة الأسماء دي كلها دون استثناء يبقوا عالميين زي ما الكتاب بيقول. تسمع المزيكا، إيه ده؟ الكتابة بتاعت عبد الرحيم كمال، إيه ده؟ خد ده وانسى بقى قصة ان احنا هنا بنتكلم على دراما تلفزيونية، او بنتكلم على الابداع الادبي، او على الاوجه بتاعة الممثلين الكبار اللي موجودين عندنا. لما تيجي تقعد تبص، هو انت بالفعل على مستوى الرياضة حدث ولا حرج، عندك ابطال عالميين طول الوقت في كل الرياضات، مفيش رياضة واحدة مجلية ابطال عالميين. تيجي تبص على العلماء، عندك علماء في كل المجالات متوزعين في كل حتة في العالم، في اوروبا الاف، في امريكا الاف، في استراليا آلاف. أنا بكلمك بجد بدون أي مبالغة، مفيش ولا كلمة ببالغ فيها في اللي أنا بقوله لك، حتى لدرجة أن أنا قعدت قريت شوية كده على الجامعات اللي في أوروبا والجامعات اللي في أمريكا وأعداد المصريين اللي موجودة هناك، زي ما دايما ما بقول لك كده في المجال البحثي، اللي هم طلبة الماجستير أو باحثين الماجستير وباحثين الدكتوراه ورؤساء أقسام وعمداء لكليات في جامعات كبرى من مصنفة من أكبر 20 جامعة في العالم. هو إيه ده؟ سبحان الله العظيم، ربنا سبحانه وتعالى ادلنا في الحكاية دي من واسعة، رزقنا واسع قوي في الحتة دي. عشان كده وأنا بتكلم حتى مع زملائي الكرام سحر ومحمد عبدو، إنه العلماء بجد في الفترة دي عليهم حمل كبير. المتغيرات المناخية اللي بتحصل في العالم بتخلي إنه لازم العالم في مجاله عقله ينشط أو يصبح أكثر نشاطا، يعني مثلا أصناف الزراعة أو أصناف الثروة الحيوانية أو أصناف الثروة الداجنية، كل ده محتاج جهد العلماء إن هم يطلعوا لنا أصناف جديدة تقدر تتعامل مع المتغيرات. والله لو درجة الحرارة مثلا في المنطقة العربية أصبحت أكثر انخفاضا، فلازم يبقى في عندنا أصناف من الحصلات الزراعية تقدر تتعامل مع ده. افترضنا انها اصبحت اعلى، الحراره بقت اكتر، لازم يبقى في عندنا اصناف تتعامل مع ده الى اخره، علشان في النهايه نقدر نحقق ما تحدث عنه فخامه الرئيس بمساله الاكتفاء الذاتي. اوعى تفتكر الاكتفاء الذاتي هو بس مجرد اتساع الرقعه الزراعيه، لا، في حاجه اسمها التوسع الراسي، يعني معدل الانتاجيه مثلا بتاع الفدان، معدل انتاجيه الابقار من الالبان، معدل انتاجيه الابقار من اللحوم، كذا الحال في الدواجن وهكذا. ده علم، وربنا ادالنا من العلماء ثروه. النهارده على نفس اللي أنا بكلمك فيه ده، استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفد من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي. خلال اللقاء فخامة الرئيس ثمن على قرار البرلمان العربي بالتركيز خلال دورته الحالية من المؤتمر على موضوع الأمن الغذائي، لأن هذا الموضوع أهميته أصبحت قصوى، لأنه عندنا أزمة غذاء عالمية بيمر بيها العالم.
أيضا ثمن رؤساء المجالس والبرلمانات العربية على جهود مصر بالتحديد وتحت قيادة فخامة الرئيس السيسي في الدفاع عن الأمن القومي العربي، وأعربوا عن تقدير الشعوب العربية للمسار السياسي والتنموي البناء اللي مشيت فيه مصر على مدار السنوات الماضية. ده بنتكلم على رؤساء الوفود العربية اللي منورينا، هم اللي بيقولوا ده، دول ناس بتعمل بالعمل السياسي البرلماني بالتحديد، الناس دي عارفة قيمة كل حرف بتنطقه، الناس دي بيقولوا ان كل هذه الجهود هي اللي مكنت من الصمود امام التحديات الهائلة اللي طالت هذه المنطقة. معانا على التليفون كاتبنا الصحفي الكبير الأستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع. أهلا بك يا أستاذ أكرم. أهلا يوسف، أهلا، مساء الخير. إزاي الحال؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. كنا بنتكلم على لقاء الرئيس النهاردة مع رؤساء الوفود العربية المشاركين في مؤتمر اليوم، وكلامهم حول ما قدمته مصر للأمن القومي العربي بشكل عام، والرئيس لما اتكلم على تضافر الجهود العربية في توفير أمن غذائي بشكل خاص. يعني طبعا الحقيقة أنه الكلام عن الأمن الغذائي هو جزء أساسي جدا من الأمن القومي والأمن الوطني لكل دولة الحقيقة، لأنه التحديات اللي في السنة اللي فاتت، السنوات اللي فاتت على مدى الخمس ست سنين والعقد الماضي والعقدين الأخيرين تحديدا، في فعلا زي ما أنت أشرت تحولات دولية وتحولات إقليمية كبيرة، ودايما الرئيس يتكلم على أهمية الاستقرار ودعم الدولة الوطنية وبعد التدخلات، وكمان الحقيقة فكرة أن الدولة المصرية، يمكن شفنا من يومين افتتاح مدينة الصناعات الغذائية سايلو فودز، وكان الرئيس دايما يؤكد على فكرة الزراعة والصناعة والقطاع الخاص ازاي يدخل والاستثمارات العربية. فعربيا دائما الرئيس يدفع نحو أنه عالميا، أولا أنه العالم بيواجه تحديات وتغيرات مناخي وكده تستلزم عمل جماعي عالمي، وعربيا دايما الرئيس يدعم فكرة العمل العربي المشترك، وانه حتى الدول اللي سبقتنا في اتحادات او تعاون اقتصادي او غيره كان بينها خلافات وتناحرات ونجحت في انها تعمل اتحادات وتنسيق وغيره. ففكرة الامن الغذائي يمكن هي موجودة على مدى العقود، لكن الازمات الاخيرة سواء كورونا او سواء الحرب في اوكرانيا، وانت كنت بتشير لحاجة مهمة جدا، فكرة تبادل الخبرات وفكرة توطين الزراعات حتى في أصناف، يمكن المصريين الفلاح المصري على مدى تاريخه كان بينجح في توطين حتى المزروعات الأجنبية أو غيره، يحولها إلى أنها تتم الفاكهة أو الخضار أو القمح أو غيره، أنها تتم في مصر بالشكل اللي يناسب البيئة ويناسب الجو ويناسب التحولات والتغيرات المناخية، وفكرة أنه يبقى فيه أبحاث وغيره. فالحقيقة الرئيس يعني طبعا أكد على فكرة الأهداف والمصير والتعاون وإعلاء مفهوم الدولة الوطنية وإعادة التدخلات وغيره، كمان الحقيقة سمم فكرة أن هم خصصوا هذه الدورة للأمن الغذائي. الأمن الغذائي زي ما أنت أشرت بيعني حاجات كثيرة، مش بس الزراعة، الزراعة والصناعة وحفظ السلع ونقلها، تبادل الخبرات والأبحاث العلمية الخاصة به، هذه الأمور ممكن يبقى فيه لأول مرة على مدى سنوات يبدو أنه الأمن الغذائي أو التصنيع أو الزراعة، ودايما الرئيس سواء في كاب 27 أو قبل كده دايما يدعم هذا الأمر ويدعم التعاون العربي بشكل كبير في هذا، وإزالة أي أسباب يمكن أن تعيق هذا التكامل، وأنه العلاقات تقوم على باحترام والتعاون والشراكة وإزالة أي أسباب ممكن تواجه ده، وإن هي يبقى الثروات العربية موزعة في ثروة بشرية، في ثروة مادية، في ثروات مختلفة، صح. فكرة إن يبقى في استثمارات وتبادل خبرات وتبادل تدريب وغيره. أعتقد إنه كمان زي ما أنت أشرت، هم أي حد بيجي يمكن من بره، كمان إحنا الناس بتشوف من جوه، ربما بعض الناس ما بتبقاش شايفة اللي حصل، إنه ربما لو إحنا ما عملناش المشروعات الزراعية اللي وفرت ما يقرب من 20-30% من إنتاجنا من القمح، والقمح اللي داخل على الموسم اللي جاي، ويمكن الرئيس أشار لده، ما كانش ممكن يبقى ممكن كتبة تأثيرات الأزمات دي أشد كثيرة، لأنه الغلاء في كل دول العالم صحيح ومحدش بينكر طبعا الأسعار وغيره، لكن كان ممكن الأمر يبقى أكثر شدة وأكثر خطورة. عشان كده
فكره المنافسه التشارك والشراكه والتعاون، وانه ان احنا كعرب محتاجين ننطلق من الفعل مش من رد الفعل. والعالم النهارده المنظمات الدوليه خلينا نقول انه في انتقادات ليها ان هي عاجزه عن وقف حرب، عاجزه عن التدخل في ازدواجيه في غيره، فيبقى الدول العربيه قادره على التدخل في مسارات سياسيه في دفع الاستقرار والتنميه في دول مختلفه، لان كل دوله عربيه بتحقق ميزه هي بتنعكس سواء بطريق غير مباشر او غير مباشر على باقي الدول العربيه، سواء في فرص استثمار او فرص عماله او فرص غيره. عشان كده دايما الرئيس يؤكد في اهميه ده، وانه يبقى في تعاون واحترام متبادل وتعاون وشراكه كبيره، لانه المسارات المختلفه تبقى في هذا الامر. ويمكن رؤساء المجالس في البرلمانات العربيه اللي مشاركين في مؤتمر البرلمان العربي بأشاروا وسمنوا فعلا أن مصر لديها تجربة في التنمية، تجربة في الاستثمار، تجربة في بنية أساسية صالحة لأن احنا نتوسع زي ما انت أشرت أفقيا ورأسيا. قضية الأمن الغذائي والطاقة والأسعار والتضخم بتفرض نفسها على كل دول العالم النهاردة طبعا، وربما نكون لدينا حاجة. ودايما الرئيس يمكن حتى في القمة بتاع الجزائر كان حريص أنه يقول أن الدول العربية لديها ثروة هائلة سواء ثروات بشرية أو غيره، محتاجة توظفها بشكل أفضل وبالعلم وبغيره، بحيث أنه يتعود على شعوبها أولا وتعود بمصالح على المنطقة، لأن أي استقرار الاختلالات اللي كانت في المنطقة أثرت علينا كلنا طبعا، سواء في ليبيا أو في سوريا أو في اليمن صحيح. أو في غيره. ويمكن يعني مصر دايما بتؤكد ده عالميا وإقليميا الحقيقة. صحيح صحيح 100%. أنا بشكرك جدا 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 أستاذ أكرم على المداخلة وعلى هذا الشرح الوافي الحقيقة. كل الشكر لكاتبنا الصحفي الكبير أستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. قبل الفاصل يمكن عشان أستاذ أكرم أشار لزيارة الرئيس لمصنع سايلو فودز أو سايلو للصناعات الغذائية، المكان ده يا جماعة حقيقي بدون مبالغة حقيقي مكان مذهل، يعني صرح مذهل، حاجة أنا كنت أول مرة أروح الحقيقة، يعني ما روحتش في الافتتاح بتاع المرحلة الأولى لو تتذكروا اللي كان السنة اللي فاتت، ما كنتش متصور إن إحنا عندنا في مصر هذا الشكل من الصروح الصناعية أبدا، ما كنتش متصور على الإطلاق. أنا دايما شخص متفائل جدا جدا، يعني شخص غير سوداوي على الإطلاق، لكن فعلا خيالي ما جابش. يعني لما قعدنا قرينا وشفنا مثلا مقاطع الفيديو اللي اتصورت السنة اللي فاتت وشفنا الحاجات، كل ده جميل، بس عارف اللي بيقولك ايه؟ اللي شاف بعينيه حاجة، واللي سمع او شاف حتى اللي متصور واو حاجة تانية خالص. حظي اعتقده كان جيد جدا ان انا رحت سايلو فودز وشفت صرح صناعي متكامل بكل المقاييس. يعني على سبيل المثال أحدث، خد بالك بقى أحدث هنا مش معناها أنه أجدد، أحدث بمعنى أحدث تكنولوجيا في الصناعات الغذائية في الدنيا موجودة هنا في المصنع بتاع سايلو ده. المصنع ده هو الأحدث في تكنولوجيته في الشرق الأوسط بالكامل وإفريقيا. المصنع ده بيشتغل على الانتاج لأجل السوق المحلي وبيصدر ل 13 دولة منهم في أوروبا والمنطقة العربية وإفريقيا إلى آخره. المصنع ده بيساهم ب 18% من إجمالي الوجبات المدرسية اللي بتروح للمدارس، وبالمناسبة دي وجبات معززة. يعني إيه معززة؟ يعني فيها الفيتامينات اللازمة، محطوط فيها زيادة فيتامينات اللي عشان محتاجها الأطفال على حسب الأعمار المختلفة، المناطق الجغرافية اللي بتتوزع فيها هذه الوجبات إلى آخره، فعلى حسب والله المنطقة دي الأولاد فيها محتاجين مثلا المعدن ده زيادة، الفيتامين ده زيادة، حاجات زي كده. حالة متكاملة مذهلة، حتى لما تخش المصنع مش هزار، أو هي مش مصنع، صرح، ما هوش مجرد مصنع عادي، ده بجد قلبك ينشرح، ده بجد مش هزار، والله بكلمك بجد، تدخل تتبسط من الشكل. احنا بنتكلم على مصنع بقاله سنة. أنا من الناس اللي شافت حاجات كتير في حياتي خلال سنين زمان، فكنا دايما احنا متعودين على ايه حتى في حياتنا الشخصيه، يعني اول ما بتجيب مثلا حاجه جديده عربيه ولا بتلاقي نفسك كده قاعد عمال بت ايه طول ما انت ماشي عمال تلمع وتظبط وتنظف، اسبوع في التاني في التالت، يعدي شهر شهرين تلاقي الحاجه كده مش اللي هي. سايلو ده عمره سنه،
12 شهر عدوا تحس ان هو بشوكو، عارف انت عندنا تعبير في مصر كده يقول لك بشوكو، تشعر دائما انه لا زال لسه مبني حالا، مع انه شغال وبينتج وحاجه زي الفل زي الفل، نظيف منظم حديث، حاجه تفرح، حاجه تطمنك على مستقبل البلد دي، حاجه تطمنك على قدره الدوله في انها تبني صروح بهذا الشكل، حاجه تطمنك انه لو النهارده جه مستثمر عاوز يعمل صرح زي صرح سايلو فتبقى دايما الامكانيات كلها متوفره له، لانه في هذه الدوله، الدوله ريجوليتر بقى، فوالله افترضنا يوسف ربنا فتح عليه وعنده فلوس كتير وعاوز يعمل مجمع صناعي زي ده، هيقدر يعمل ده لان الدوله موفره له كل الامكانيات الممكنه. انت عايز المكن الجديد، ابعت هات المكن اللي انت عايزه وهنوفر لك كل الامكانيات الماليه علشان تقدر تحصل على ده، التيسيرات يعني، مش تيسيرات اللي معنا بس التقسيط، لا حتى عملتك الى اخره. والله الناس اللي بتشتغل عندنا، الكوادر المدربه، السوق يلا جاهز، ده احنا فاتحين اسواق تصدير من هنا لحد بعد بكره، كل حاجه موجوده. خد سايلو فودز ده او سايلو للصناعات الغذائيه كمثل من ضمن رؤية كبيرة جدا للجمهورية الجديدة. أنا بكلمك بجد. فاصل وهنكمل الكلام. طب ده واضح عندنا نشاط الحمد لله والله العظيم. طيب اهلا بكم معنا مره تانية في برنامجكم التاسعه. النهارده دكتور مصطفى مدبولي قام بجوله تعتبرها كده ايه، الجوله الموسعه. يعني ايه؟ يعني اتحرك في نطاق شديد الاتساع تحديدا في 6 اكتوبر وحدائق اكتوبر. الجوله شملت 3 مشروعات كبيره في القطاع الصناعي، 2 منها في قطاع الصناعات الغذائية، الثالث هو مشروع رائد تقدر تعتبره في نطاق صناعة السيارات. طيب يعني ايه في نطاق صناعة السيارات؟ يعني مجموعة من الشبان المصريين اللي زي الفل بدأوا يشتغلوا على تنفيذ فكرة جديدة، هي تحويل السيارات العادية لسيارات تشتغل بالكهرباء، يعني تديله السيارة العادية يقلبها لك عربية كهرباء. ده مهم الموضوع ده جدا، الواحد لازم يعني اسمها، لا مش هينفع اقول اسم الشركة خلاص تمام. المهم يعني ان هم الشبان دول شبان اذكياء متعلمين متنورين كما جرت العادة في الشباب المصري، يقلب العربية الموتور العادي اللي هو يسموه موتورات الحرق الداخلي الى موتورات كهرباء. الجولة كمان تفقدت واحدة من المشروعات المتعلقة بالتطوير العقاري، وهذا المشروع هو مشروع منفذ بالشراكة ما بين وزارة الإسكان وما بين القطاع الخاص. خلونا ناخد معنا على التليفون المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الإسكان بالمجلس. أهلا 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 يا باشمهندس. أهلا يا فندم. إزي حضرتك سيادة النائب؟ كله تمام؟ أهلا بحضرتك فندم. الحمد لله. كنا عايزين نتكلم على الجولة النهاردة بتاعة معالي دولة رئيس الوزراء في 6 أكتوبر وفي أكتوبر في حدائق أكتوبر على إجمالي المشروعات زائد المشروع العقاري أو مشروع تطوير العقاري اللي دولة رئيس الوزراء راح زاره. هبدأ الأول بمشروع تحويل السيارات الكهرباء ده. إيه الموضوع ده فندم؟ هو الحقيقة يعني المرحلة القادمة هي مرحلة الصناعة. حلو. ومصر يعني مقبلة على، في تقدير الشخصي، على أن تكون هاب حقيقي للصناعة، وهتقدم تسهيلات وتيسيرات كبيرة جدا لاقتناع كبير من الدولة المصرية بأن الصناعة هي المرحلة القادمة وهي الحل، هي اللي هتصدر وهي اللي هتجيب عملة صعبة وهي اللي هتوفر الاستيراد الكبير اللي احنا تسبب لنا في أزمة في الفترة السابقة. فدعم دولة رئيس الوزراء بزيارته وحثه على حل أي مشكلات في هذا القطاع أمر يعني محمود للغاية، بالإضافة إن كما تفضلت الحقيقة في شباب واعد وعنده أفكار جيدة جدا ومشجعة جدا، محتاج كثير من الدعم، سواء الدعم النفسي والدعم الإداري وأيضا الدعم المالي. ف
فدولة رئيس الوزراء بيستخدم دايما وسائل الدعم لتقديم كل ما يستطيع في هذا الإطار. الحقيقة طبعا بشوف ان الجولات دي مهمة جدا، لان هي بتدي طاقات يعني كبيرة للمصنعين. اللي انا شايف وانا راجل يعني بالاصل مطور عقاري، أيوة، شايف ان المرحلة القادمة هي مرحلة الصناعة. طيب انا هنا هرجع اتكلم تاني مع سيادة النائب طارق شكري كنائب من ناحية، وكرجل زي ما حضرتك ذكرت بالضبط أنا بالأصل مطور عقاري. مسألة الشراكة ما بين القطاع الخاص أو الاستثمار الخاص والوزارة أو الحكومة بمسمى آخر في مسألة التطوير العقاري، مهندس طارق بيشوفها ناجحة إلى أي مدى؟ وهنا هيجي السؤال اللي دايما حتى بتناقش فيه مع حضرتك على مسألة متى نبدأ في تصدير العقار المصري إلى خارج البلاد. يعني خلينا اتفق معاك انه فخامة رئيس الجمهورية من يومين اعلن بوضوح عن جهودية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص بكل انواع الشراكات بما فيها شركات القوات المسلحة نفسها، وده الحقيقة يعني رسالة من اعلى سلطة في الدولة بتؤكد على الانفتاح على القطاع الخاص وعلى دعم القطاع الخاص وعلى تفعيل وثيقة ملكية الدولة في إتاحة الفرصة الأكبر للقطاع الخاص. النهاردة دور رئيس الوزراء في زيارته لمشروع سان كابيتال في غرب القاهرة تحدث بوضوح عن أن كل ما تم سابقا كان إعدادا للبنية الأساسية من طرق ومرافق وكهرباء وخدمات وإيجاد المناخ المناسب للاستثمار، وأن الفترة القادمة هي فترة القطاع الخاص. وأنا على عقيدة واقتناع كامل ان فعلا الفتره القادمه القطاع الخاص هيشهد يعني دعم كبير جدا من الدوله في تحسين ادائه ودعم كبير جدا في اتاحه الفرصه ليه علشان يعني يبقى مساهم بشكل كبير في النمو المرتقب وفي القدره التنفيذيه الاكبر اللي هو اعتقد مهيئ ليه حاليا. الشراكات أيوة. بشكل عام كمل يا فندم. بشكل عام مع الحكومه بتقدير الشخصي حققت نجاح كبير جدا، لان الشراكه مع الحكومه بينتج عنها ان المطور بيحط فلوسه في التشغيل فبيوجد فرص عمل اكثر فبيقدر يعمل البرنامج الزمني الاسرع، والحكومه بتجني ثمن قيمه الارض طبقا لاعلى مزاد، بل بالعكس بتحقق ربحيه نتيجه اشتراكها مع المطور، فبالتالي هي الطرفين مستفيدين. عظيم جدا. السؤال بقى زي ما بقول لحضرتك دايما انا مهتم بيه، احنا ايه اللي محتاجينه علشان نبدا نصدر العقار لخارج مصر؟ يعني انا عايز اصدر عقار للمنطقه العربيه بشكل اكثر اتساعا، عايز اصدر عقار لاوروبا او الولايات المتحده الامريكيه حتى بشكل حقيقي، ايه اللي احنا محتاجينه؟ الحقيقه محتاجين نقسم الموضوع لمرحلتين. مرحله في تقديري هي الاقرب والاسهل، وهي الإخواننا العرب الموجودين في مصر بالفعل، السوريين واليمنيين والسودانيين والعراقيين اللي بالفعل موجودين في مصر ومصر مستضيفاهم، ويهمهم جدا ان هم يحصلوا على اقامه رسميه من خلال شراء عقار. انا بشوف انه شراء عقار قيمته 200,000 دولار فقط بتحويل من الخارج لاتاحه الفرصه للحصول على اقامه رسميه لهؤلاء الاخوه العرب اللي في ضيافه مصر هتحقق مليارات الدولارات، ولكن بشرط واحد هو ان يكون هناك اجراءات تيسيريه في مجال الموافقات الامنيه واجراءات تيسيريه في مجال الطلبات المطلوبه منه. انا اللي يهمني بالاصل انه يشتري عقار في مصر وانه يحول 200,000 دولار وبعد كده استعلم عنه بالشكل المناسب، واللي مش مناسب امنيا ارفضه. لكن اللي يهمنا جدا هو ان تكون هذه المنظومه في درجه من السرعه، لان المنافسين في الدول الاخرى بيقدروا ان هو يدوا الاقامات دي في وقت قياسي، فبالتالي انا مش عايز اخرج بره حلقه المنافسه وعايز اكون عنصر منافس وجذاب، وعايز اوصل لمرحله ان يتحقق ان يكون في عدد كبير من الاخوه العرب الموجودين عندنا بياخدوا الاقامه بهذا المبلغ المعقول من خلال شراء العقار ويحققوا ربحيه في العقار ويطلع يتكلم عن تجربه النجاح بتاعته حتى يكون هو السفير حسن في التسويق للعقار المصري. دي المرحلة الأولى اللي أنا معني بتحقيقها واللي أنا شايف إنها قابلة للتحقيق بسهولة. المرحلة الثانية هو إزاي تعرف تستقطب الأجانب عشان يقيم عندك فترات أطول، بالذات في ظل الارتفاع الكبير جدا في أسعار الطاقة في أوروبا، وبالتالي إقامة في مصر أصبحت أرخص من فاتورة الغاز بتاعته في فترة الشتاء. إزاي تقدر تديله أيضا عرض
لوحدات عقارية سواء في شرم الشيخ أو في الغردقة أو حتى في الساحل الشمالي في الصيف أو في القاهرة، بوحدات تناسبه فكريا وتناسبه وتناسب ثقافته، ويقدر ان هو ايضا يحصل عليها على الاقامه. وان كان الاجنبي بيشوف ان الاقامه في مصر سهله باعتبار ان هو بيقدر يدخل يعني برسوم بسيطه، لكن اللي على المعاش بتهمه الاقامه، لانه الفيزا الصحيه بتدي لمده لا تتجاوز 3 شهور. اما الاقامه بتمكنه ان هو يقدر يقعد 6 شهور 8 شهور 9 شهور، ودي حاجه بقى احسن كتير. طبعا دي خطوه ثانيه، بس انا بشوف الخطوه الاولى هي الاكثر يعني سهوله وقربا للتحقيق. طيب برضو هاخد من وقت حضرتك شويه كمان استاذ النائب، هي ربنا يخليك المساله اظن كمان انه الاجنبي بيحب يعيش في مدن مش في كومباوند، يعني اظن ان احنا هنبقى محتاجين ان احنا نتوجه اكتر لبناء مدن او ما هو اقرب لشكل المدينه اكتر منها الجيتد كومباوند زي ما بيتقال. ومن الناحيه الثانيه مساله التحويل المالي دي اعتقد برضو دي هيبقى فيها معيار مهم، انه اذا كان التحويل بيجي من بره زي ما حضرتك ذكرت في حدود 200 لحتى 300 او 400 الف دولار، ده بيخش على البنوك ما بيخشش على المطور، علشان ما بقاش بعمل دلوره في السوق، صح كده؟ لا 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 لا، على البنك المركزي والمطور ياخد الجنيه. طيب هل هرجع بقى هنا للنقطه اللي كنت بطرحها، ده محتاج مننا ان احنا لو عايزين نخش في فيز 2 ان احنا نبدا نشتغل على ان احنا بنبني مدن متكامله مش بس جيتد كومباوندز. هو شوف يعني اكيد الاجنبي كل اللي يهمه حاجتين، اللي يهمه مكان يعيش فيه في امان وفي خدمات مناسبه لتحقيقه، لان انت عارف ان اللي بيجوا بعضهم في خطه المعاش ريتايرمنت يعني على طول. هو بيبقى جاي بيقضي وقت كويس بتكلفه مقبوله بدل ما يقضيها في بلده بتدفئه بقيمه عاليه جدا. صحيح. الأقرب للإنجاح معاهم هو الغردقة وشرم الشيخ والمناطق الساحلية اللي هو بيبقى مستمتع فيها بالساحل، وفي نفس الوقت عنده وحدة فندقية مخدومة، ولأن الوحدة الفندقية هي الأقرب للتطوير. خلي بالك يعني الوحدة السكنية اللي فيها هاوس كيبنج ونظافة واللي فيها أمن واللي فيها خدمات متصلة بيها هي الأقرب للتطوير، لأن هو مش هيبقى عايز يحط على نفسه عبء ان هو يروح يدور على حد ينظف، ويروح يدور على مكان يروح يشتري منه الاكل والشرب، هو عايز يقعد في مكان مخدوم. فعشان كده البراندد يونت او الوحدات الفندقيه هي الاكثر قبولا في مجال التصدير، وحتى الدول العربيه اللي عملت الوحدات الفندقيه قدرت ان هي تسوقها بشكل كبير جدا للاجانب، ان هو بالنسبه له بيعتبر ان هو عنده مكان استوديو او وان بيدروم كامل التشطيب، متكيف مترفق مخدوم، في حد يقدر ينظفه له حواليه كل الخدمات، فهو كده حقق الهدف والتارجت بتاعه. مظبوط 100%. انا بشكرك جدا جدا سياده النائب طارق شكري عضو مجلس النواب ووكيل لجنه الاسكان بمجلس النواب. طيب خلونا ننتقل ل احنا مش بعيد برضه، احنا لسه بنتكلم على مساله الاسكان وما الى ذلك. النهارده الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه اعلن عن بلوغ عدد المواطنين اللي استخرجوا استمارات لحجز 22332 وحدة سكنية، ده واحد. اتنين، 108008 قطعة أرض بأنواعها المختلفة. طيب عدد 10000، والله يا باشا 10808، أنا آسف 10808. تعرف الواحد هنلبس النضاره بقى ولا نعمل ايه؟ وبعدين نضاره قرايه من الورق. المهم طيب عدد الاستمارات المختلفه دي على انواع الاراضي والوحدات الى اخره قد ايه؟ 95000 مواطن. وسدد حوالي 40000 مواطن منهم جديه الحجز. بيوضح معالي وزير الاسكان الدكتور عاصم الجزار ان الوزاره ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتطرح حاليا هذه الوحدات السكنية في مشروعات جنة، دار مصر، سكن مصر، اسكان متميز ذي طابع ساحلي، وأيضا القطامية جاردنز. بينما بقى ال 10808 قطعة اللي في الإسكان المتميز أو الإسكان المتوسط والمتميز والأكثر تميزا هم في المدن الجديدة،
وبدأ التسجيل بالفعل إلكترونيا لحجز هذه الوحدات ولحجز هذه القطع من الأراضي بدءا من يوم 15 يناير اللي فات ولسه خلصان ده. إذن لازلنا نتحرك الحمد لله والشكر لله بخطى ثابتة إلى الأمام. يعني ما تسيبش حد يحاول يقعد ينغبش لك في دماغك على مسألة ده خلاص الدنيا بتقف، ده خلاص مفيش حاجة، انسوا انه مش هيبقى فيه شقق تاني، انسى ان هيبقى فيه اراضي تاني، انسى ان الدولة مش عارف هتوفر لك كذا. لا، هو ما تنساش على الاطلاق، بل بالعكس خلي عندك ثقة ويقين حقيقي انه متطلباتك دايما هتبقى موجودة على اي نطاق. والله متطلباتك في الامن الغذائي اكلنا وشربنا موجود ومطمئن الى ابعد الحدود. متطلباتك في سكن كريم موجود ومطمئن الى ابعد الحدود. متطلباتك في وجود مكان داخل المدرسه موجود لابعد الحدود. مكان داخل الجامعه موجود. فرص العمل باذن ربنا سبحانه وتعالى متوفره. في شرط واحد، ان احنا الافراد بقى نعمل اللي علينا. نشتغل. لا، ومش نشتغل ايه بقى، لا ده احنا نشتغل بايدينا واسناننا. العالم كله شايف كده عشان تبقى فاهم، يعني دي مش رؤيتنا احنا بس في مصر، ده العالم كله شايف انه الحل الرئيسي هو زيادة معدلات الانتاج وجودة الانتاج الاتنين. يعني بزود المعدل حجم الانتاجية وبزود الكفاءة والجودة، ده اللي هيحلحل المسألة. غير كده غلط، ما هوش صح على الاطلاق. مفيش حد في الدنيا بيقعد مربع ايديه ولا حاطط ايده كده على صدره ولا حاطط ايديه جنبه وينتظر انه الدنيا تتغير. لا، الدنيا ما بتتغيرش كده. ربنا سبحانه وتعالى وجهك بالعمل، نصحك بالعمل، امرك بالعمل. شوف بقى لحد فين، يعني وجهه نصحك ووجهك وامرك بالعمل، العمل، العمل اللي بجد. تعال ننتقل للخبر الأبرز خلال الأيام الماضية، وهي ما يحدث يعني ويتابعه العالم بكل حزن وأسى. توابع لزلزال شرق المتوسط، عشرات الآلاف من الضحايا، عشرات الآلاف أيضا بل ويزيد من الجرحى والمفقودين والعالقين للأسف الشديد. مازال العدد بكل ألم في تزايد. ووسط هذه التوابع ضربت هزة ارتدادية جديدة، زي ما يقولوا كده يسموها ايه، توابع الزلزال زي ما كنا اتعلمنا زمان، بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر في منطقة وسط تركيا بالتحديد. وضح مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي ان الزلزال ده حصل على بعد 40 كيلومتر غرب مدينة غازي عنتاب، وهي الواقعة في جنوب البلاد. طيب احنا محتاجين نفهم اكتر عن ده، فلنسأل اهل العلم. الدكتور عمرو الشرقاوي استاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اهلا بك يا دكتور عمرو. اهلا وسهلا. ازاي الصحة، كله تمام؟ الحمد لله رب العالمين. دكتور عمرو، اولا عايزين نفهم يعني ايه الهزات الارتدادية او توابع الزلازل. بداية، الكرة الأرضية بتتكون من مجموعة من الألواح أو الصفائح التكتونية. كل صفيحة منهم المفروض إنها بتعبر عن قارة معينة. القارات دي بتتحرك بالنسبة لبعضها بسرعات بيتم حسابها بما يسمى السرعات الجانبية من لوح أرضي إلى لوح آخر. طبعًا في أجهزة زي أجهزة الجي بي إس اللي تستخدم لقياس هذه الحركات. يمكن المنطقه اللي حصل فيها الزلزال دي بتتميز بنشاط الزلزال العالي، وبتقع ما بين التقاء اللوح العربي مع اللوح الاوروبي وايضا اللوح الافريقي اللي هو يعتبر بيمشي ناحيه الشمال بالتوازي مع اللوح العربي. سرعه حركه اللوح العربي ناحيه اللوح الاوروبي ما يقرب من 2 ل 3 سنتي متر في السنه. ولو رجعنا بالتاريخ الجيولوجي من فترة كبيرة جدا حوالي 25 مليون سنة لما اتكون البحر الأحمر أو حصل الفتح على طول البحر الأحمر، وابتدت اللوح العربي يتحرك ناحية الشمال بسرعة أكبر
فحصل تصادم ما بين اللوح العربي واللوح الاوروبي وتكونت عندنا منطقه تركيا او بتسمى اللوح الاناضولي. طبعا في الحركه دي بتاعه اللوح الاناضولي علشان يتم استيعاب التصادم القاري اللي تم، حصل فوالق او فضوع عميقه جدا، وهي الصدى الشرقي لاناضوليا او الصدى الشمالي. الصدى الشرقي ده اللي حصل عليه الزلزال الكبير اللي سبب الدمار العالي ده، ويمكن طول الصدى ده ما يقرب من 200 كيلومتر، وهو بيمتد من في الاتجاه الشمال الشرقي بدايه من نهايه البحر الميت. البحر الميت نقطه التقاء البحر الفالق بتاع البحر الميت مع فالق شرق اناضوليا، ده بيسمى منطقه التقاء ثلاثه الوان. من خلال خدمتنا احنا عارفين ان المنطقه دي من انشط الاماكن اللي زلزاليه على مستوى سطح الكره الارضيه. طبعا في اماكن نشطه كثيره جدا زي فالق سان اندرياس اللي موجود في كاليفورنيا، زي اماكن حزيمه الزلازل الموجوده في اليابان، ولكن الفكره في حدود الزلزال نفسه انه في طاقه مختزنه نتيجه حركه هذه الالواح بالنسبه لبعضها البعض ويتم التنفيس عنها عن طريق هذه الحركات الزلزاليه. طيب طبعا دي بتكون طاقه مختزنه او نتيجه الكسر والحركات اللي هي مستمره، سواء في حركه ناتجه من الصخور اللادنه اللي موجوده تحت القارات اللي احنا عايشين عليها، قل الحراره ما بين الصخور والصخور الاعلى منها، تقليل في سمك القشره الارضيه، ده بيؤثر وبيؤدي لحدوث زلازل، منها ما هو مدمر زي اللي شفناه، ومنها ما هو يتم تسجيله بشكل يومي ما يزيد عن 4 أو 5 على طول. انا معاك يا دكتور عمرو. طبعا المنطقة من خلال الخرائط اللي احنا بيتم اعدادها لهذه المنطقة، معروف ان الشرق الفالق او الصدع الشرقي لاناطوليا ده مركزة عليه اماكن التهشيم في هذه الصخور، او بيسموها الهايلي ديفورمد او الاكثر يعني تدمير. لما بيحصل فيها زلزال بيكون بقوة، يعني مثلا لو بصينا على مقياس القوة لكل زلزال، انه مثلا 1 على هذا المقياس او فارق من زلزال لاخر بيعبر عن يعني ما يزيد عن 10 اضعاف الى 30 ضعف من الطاقة المنبعثة من الزلزال الاقل منه. وطبعا الطاقة دي لما بتنتشر في جميع الاتجاهات، ونتيجة اتصال هذه الفوالق ببعضها البعض فيتم حدوث زلازل على طول الفالق وليس في مكان واحد. ولو لاحظنا الكام يوم اللي فاتوا كميه التوابع اللي تمت الكثيره منها والصغير مش موجوده في منطقه واحده، ولكن متوزعه على طول هذا الطابع، وايضا حط زلزال او اثنين على طول البحر الميت، وكان قوتهم ما يقرب من 4 أو 4.1، ودي تعتبر زلازل معتاد قياسها او معتاد حدوثها في هذه الاماكن، ولكن نظرا لانه ما تحدثش اي شيء او دمار او معتدين على تسجيلها فما بنكونش متفقين منها. يمكن اللي حصل في تركيا هذه المره انه قوه الزلزال نتيجه الطاقه المختلفه كانت كبيره جدا، اكيد في عوامل كتير اثرت في ده. فكانت قوه الزلزال غير مسبوقه في هذه المكان في هذه المنطقه. طبعا حصل على طول هذا الفالق في السنوات السابقه، بداية نقول من 1993 كان في زلزال قوته 6.1، قريبا من الزلزال اللي حصل في تركيا اللي هو 7.7 بتاع الايام دي، وده ادى لدمار ما يقرب من 1 مليار دولار كان نسبه الخسائر بالوفيات اللي تمت، ولكن لم تتعدى الرقم اللي احنا بنسجله في الوقت الحالي اللي هو حوالي 24,000 قتيل. ودي الارقام تعتبر ما زالت من نطاق التكهنات، لانه ما زال عمليات البحث والانقاذ جاريه.
ربنا يستر، ربنا يستر باذن الله، ويا ربنا يعني يزيح هذه الغمه. انا بشكرك جدا يا دكتور عمرو، كل الشكر للدكتور عمرو الشرقاوي استاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه، حقيقي من القلب يعني. ربنا يا رب يا رب يا رب يزيح هذه الغمه وان تنتهي هذه الازمه، والله العظيم حقيقي يعني المساله انه فعلا ندعو ربنا سبحانه وتعالى بدعاء حقيقي وبأمنية خالصة إنه ربنا يرحم كل من يعني لقى حتفه نتيجة هذا الزلزال، وربنا بإذن الله سبحانه وتعالى يشفي كل الناس في سوريا وفي تركيا، آمين يا رب العالمين، وإنه يستطيع الجميع إنقاذ كل من هو عالق حتى هذه اللحظة، اللهم آمين يا رب يا رب، ويكلل كافة الجهود بكل نجاح. قولوا يا رب بإذن الله سبحانه وتعالى، ربنا كريم وكبير بإذن ربنا سبحانه وتعالى كل حاجة تعدي. خلونا نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام. طيب، دي رابع مرة في تاريخ الأهلي يفوز أو يحصل على المركز الرابع. دي المرة الثانية ولا المرة الرابعة؟ لا صح، دي المرة الثانية الأهلي في تاريخه رابع العالم. أيوة كده، هي رابع مرة دي يا جماعة. أنا النهاردة مش متظبط والله العظيم. رابع العالم بعد ما، لا أنا بحبش كلمة خسارة، لم يفوز أمام فلامينجو. يعني نقدر دايما نستخدم مصطلحات أكثر لطفا أكثر ليونة، ما يجراش حاجة. عارفين فلامينجو البرازيلي فاز النهاردة بنتيجة 4-2. لحد الدقيقة 77 الأول، بص أنا كنت قاعد عمال بقى بتابع اللقاء ده، إحنا الأول كنا فايزين، وأنا بقول لك إحنا لأن أنا بشوف إن إحنا ساعتها الأهلي بيمثل الكرة المصرية يعني، فكان 2-1، وبعدين المعلقين قالوا لو جبنا كمان هدف نبقى إحنا كده في السيف سايد. بعد شوية حصل إيه؟ تعادل. لحد الدقيقة 77 احنا متعادلين، وبعدين هوب فلامينجو ما تفهمش شد حيله فجأة وهدفين متواليين دب دب ورا بعض. طبعا ده يؤثر أيام تأثير على الأهلي خلال المباراة، خصوصا انه احنا حصل استبعاد للاعب الأهلي خالد عبد الفتاح في الدقيقة 69، وجات بقى ركلة جزاء واللي ضاعت من علي معلول. تخيل بقى لو كان علي معلول دخل ركلة الجزاء دي وما كانش حصل عندنا استبعاد، كان الوضع يختلف ولا ايه؟ خلونا ناخد يعني في هذا الموضوع برضو رأي الناس اللي فاهمة جدا قوي خالص، ناقدنا الرياضي البارز احمد عبد الباسط يحدثنا من المغرب. اهلا اهلا يا استاذ يوسف، ازي حضرتك؟ وحشني جدا. عامل ايه يا استاذ احمد، اخبارك ايه؟ كله زي الفل الحمد لله، كله أنا زي من قلبي والله كنت بشجع الأهلي النهاردة، بس أدي الله وأدي حكمته. لا طبعا يعني كلنا بنشجع الأهلي النهاردة، وبس أدي الله وأدي حكمته. ولكن لو اتكلمنا على ماتش الأهلي زي ما سمعت حضرتك، أنا من وجهة نظري لو لقينا عنوان مناسب، على الأقل لو عنوان صحفي لهذه المباراة، فأنا شايف أنه الأهلي هزم نفسه النهاردة. يعني الأهلي كان قريب ليه؟ لانه بنشوف انه الاهلي بيضيع ضربه جزاء، مفيش مشكله، وارد جدا في الكوره، هجمه تخلص المباراه مع محمد شريف، بتترد بهدف وبتترد بطرد وبتترد بهدف تاني. فاعتقد انه الحاجات، الاخطاء الفرديه دي هي السبب في هذه الخساره. يعني من وجهه نظري التشكيل برضو اللي كولر لعب بيه، ولكن في النهايه كولر كان عنده معطيات في دماغه ان هو مش عايز يلعب بالتشكيل كله، عنده ارتباطات في دوري ابطال افريقيا، عنده ارتباطات في الدوري، عنده لعيبه مرهقه ولعيبه مصابه، فهو كان عنده الدوافع دي. ولكن في النهايه البرونزيه كانت قريبه جدا من النادي الاهلي للمره الرابعه، اللعيبه شويه تخاذل، شويه اخطاء فرديه ما كانش ينفع ان هي تحصل في المباريات اللي زي دي، لان تكرار المباريات دي يا استاذ يوسف ما بقاش كتير. يعني تكرار المباريات دي مع حاله الطرد بتاثر طبعا على الفريق، ولكن في النهايه خلاص الاهلي رابع العالم، قدم مباريات قويه، ولكن بتظل برضه حته، انا ما بدورش على مبررات على قد ما اقول انه حته العداله في التوزيعه بتاعه المباريات. الاهلي بيلعب 4 مباريات في هذه البطوله،
ريال مدريد بتلاقيه بيلعب اثنين عشان بطل اوروبا وبطل افريقيا، ولكن دايما كره القدم بتعتمد على العداله. ولكن حتى في التوزيعه بتاعه اختيارات الفرق تلاقي مثلا كاس العالم اقل قاره مثلا بتاخد من قاره افريقيا، تلاقي اوروبا بياخدوا عدد كبير جدا. فالحاجات دي كلها مؤثرات بتؤثر على علينا كمستوى يعني، ولكن خلاص اللي حصل حصل يعني. اللياقه البدنيه والقدره البدنيه بتاعه اللعيبه المصريين واللعيبه العرب بشكل عام في تقدم ملحوظ جدا. انا يفضل لي زي ما انت قلت كده، ما هو بره المستطيل. يا ميسر الحال، راجع من المغرب امتى؟ بكره ان شاء الله. وخليني برضه اطمن الناس انه النادي الاهلي هيتدرب هنا بكره باذن الله، لانه عندهم تدريب مهم. هيرجعوا يوم الاثنين في القاهره، عندهم راحه، هم يوصلوا بكره ويوم الاثنين راحه، هيبداوا يستعدوا. عندهم مباراه الهلال السوداني في دوري ابطال افريقيا يوم 18 في السودان، فعشان كده الراجل كان مريح لعيبته ويرجع يبقى عنده مباراه اسوان يوم 21 وسان داونز يوم 25. وده اللي كولر قال، انا كان لازم اريح لعيبتي، انا ممكن يعني اكسب 500,000 دولار في المركز الرابع، مش بقول انه ضحى بالمركز الثالث، بس هو شايف انه ممكن اضحي بلعيبتي وادخل بطوله دوري الابطال اللي الاهلي بينافس عليها دايما، فادخل اخد لي ماتش خساره في الاول او اخسر لعيبه، فهيبقى العقاب شديد. فعشان كده دي كانت الاستراتيجيه بتاعته يعني. طيب يا ميسر الحال، ترجعوا بالف سلامه، كل الشكر ليك. ناقدنا الرياضي البارز الاستاذ احمد عبد الباسط كان معانا على التليفون. استاذنكم نروح لتقرير الاول. الاثنين اللي جاي نبدا بقى الاوكازيون الشتوي واللي بتنظمه وزاره التموين وبيشارك فيه تقريبا حوالي 300 محل او 300 منشاه لو صح التعبير. كلمه الاوكازيون دي من الكلمات اللي انا احبها جدا. يعني انا ما بحبش كلمه سيل. والله بكلمك بجد، في كلمات كده ما كانتش موجوده على جيلنا واحنا صغيرين سبعينات وثمانينات، احنا بنعرف الاوكازيون. سيل دي بقى بدات تظهر في اواخر التسعينات، معرفش ليه يعني، مع ان الاوكازيون احلى وتبدو اشيك. تقرير عن الاوكازيون وفاصل ونكمل الكلام. الاوكازيون الشتوي السنه دي يا فندم ممتاز، ان الخصومات من 10% ل 50%، وفي كمان السنه دي العروض بقى حركه اللي هي 200 بقى 300 والاطفال نص الثمن. فدي السنه دي في ميزه ان الاقبال بقى زاد عليها بخصوص العروض، عملت اقبال شويه زي حتى المبيعات زادت يا فندم عن الاول. يعني قبل الاوكازيون بالمقارنه المبيعات زادت بعد اول يوم في الاوكازيون يا فندم، اثرت فعلا في المبيعات يعني. بستفيد حضرتك ان انا اضمن ان المبيعات عندي تزيد، وفي نهايه الموسم ما يبقاش عندي مخزون اوراق كده يا فندم، فده بيبقى بيعود بالافاده علينا كتجار يا فندم. الفتره ديت بيبقى المحل طبعا فيه عروض متعدده، تشكيلات مختلفه من الحاجات من المعروضات يعني، فبنقدر ننقي اكبر قدر ممكن. المحل بيبقى عامل حسابه فبيبقى جايب معروضات كتير اكتر من اي وقت في السنه. لما بيقولوا اوكازيون بننزل، انا من محافظه البحر الاحمر، لما بيقولوا اوكازيون بننزل القاهره على اساس ان انا الاقي يعني اوكازيون، بلاقي فيه محلات فيه محلات عامله مثلا اوكازيونات مناسبة، أسعار مناسبة، وفي تانية لا أسعارها مش مناسبة خالص. نازلة عشان أعمل شوبينج تشوف الدنيا فيها إيه. لا الأسعار كويسة بالنسبة لبداية الموسم، الأسعار مبتدية من حاجة بسيطة يعني، فكل اللي عايز حاجة هيلاقيها إن شاء الله. بشتري لبس وأسعار كويسة يعني، في حاجات وحاجات على حسب بقى، في حاجات أسعارها حلوة وفي حاجات أسعارها مش عالية شوية. بص بقى، النجم ده علاء ولي الدين الله يرحمه يا اخي، انا احبه بجد مش هزار، مع ان انا عمري ما قابلته اطلاقا. بحبه يعني. اقول لك بحبه ليه بقى؟ بحبه لانه انا بحس دايما ان هو مش تلقائي، هو تلقائي الى ابعد الحدود. وبعدين هو مدرسة متفردة، ده بجد، برغم ان هو اظن لو انا متذكر صح رحل عن دنيانا وعنده 39 سنة الله يرحمه، يعني 20 سنة عدوا، وسبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، وكأنه لا زال موجود حاضر. وبقعد افكر كتير بجد يعني، لو علاء ولي الدين
الله يرحمه كان كمل، كان وصل لحد فين في الكوميديا. أنا بشوف إنه لو إنه ربنا سبحانه وتعالى كان أمره إنه علاء يكمل حقيقي، علاء ده كان هيبقى واحد من أهم ممثلين الكوميديا على مستوى العالم، لأنه حقيقي متفرد. وبعدين بص، التسعة وتلاتين سنة اللي عاشهم دول قام بتلاتة وعشرين فيلم أدوار بيقوم جوه أفلام، وشال تلات أفلام جابوا أعلى إيرادات، تلات مسرحيات هو بطلهم الأول، تألق في أعمال درامية. أنا متذكر كان في مسلسل بيتعمل في التلفزيون وكان في مجموعة، يعني كان علاء وكان هنيدي وكان مجموعة كبيرة، أنت عامل إيه مبسوط ولا إيه، والدنيا جميلة وحلوة ومش عارف بتضحك ولا إيه. أنا متذكر كويس الغنوة حتى بتاعة المسلسل. علاء كان حاجة تانية خالص. خلونا ناخد معانا على تليفون معتز ولي الدين، شقيق النجم الراحل الحاضر دائما علاء ولي الدين. ازيك يا معتز؟ ازيك يا يوسف؟ عامل ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام، ربنا يكرمك. خلينا نتذكر دايما بالخير شقيقك الراحل والجميل الدائم في كل نفوس المصريين والمجتمع العربي كله، علاء ولي الدين. فاولا ربنا يرحمه وتعيشه وتفتكره يعني. ربنا يخليك، يا رب يخليك. انا يمكن والله بكلمك بجد، انا مشغول بمساله انه علاء اظنه رحل 39 سنه الله يرحمه، صح؟ 39 سنه ونص بالظبط. 39 سنه ونص، كل اللي عمله ده وتوفى الله يرحمه عنده 39 سنه ونص. الراجل ده لو كان كمل كان وصل لحد فين يا معتز؟ والله طبعا اكيد كان وصل، الحمد لله كان هيوصل في حاجه كويسه، بس هو طبعا دلوقتي اكيد في مكان احسن، واحمد ربنا طبعا ان الناس دايما فاكراه، وان طبعا التلفزيون المصري اللي هو بيتي والتلفزيون بلدي دايما فاكره وكل ذكرى، وانت يا يوسف بالذات يا رب يحفظك. انت عارف انت ليك معزه خاصه عندنا في العيله، عارف، وبشكر جدا اخواتي يعني جدا يعني ربنا يخليك، وبشكر التلفزيون المصري اللي هو فاكر علاء. والحمد لله انا ماشي، انا 20 سنه دول يا يوسف انا الحمد لله ربنا وفقني في شغلي وربنا وفقني في حياتي بسبب محبه الناس لعلاء. فانا عايش الحمد لله بمحبه الناس لعلاء، الجمهور علاء اللي كل ما بيشوفني يعرفني يعني بيبقى فرحان بيا. والله الحمد لله انا عارف ان هو في حته كويسه الحمد لله. الحمد لله. والله خليني اسمح لنفسي ان انا اقول انه هو محبه عيلتكم، يعني الوالد الله يرحمه وانت وعلاء، المحبه الحقيقه تشمل العائله والاسره الكريمه، يعني ما في حد الا ويذكركم جميعا دايما بكل خير. الحمد لله، دي فضل ونعمه من عند ربنا، السيره الكويسه والسمعه الكويسه دي اللي مخلينا دايما محبه الناس في قلوبنا، وهم الناس بتحبنا، وانا الحمد لله عايز ده. واصحاب علاء يعني لسه اشرف عبد الباقي مكلمني في التليفون امبارح منزل بوست، وهنيدي لسه قافل معايا من شويه، وعلاء مرسي وكل اصحاب علاء الصراحه دول رفاق. طب يعني انا الحمد لله انا كنت بتكلم على مساله انه علاء كان عنده طول الوقت جانب مختلف عن اللي احنا بنشوفه. احنا شفنا علاء طول الوقت وهو رجل الكوميديا المذهلة، ودايما كان يبني مواقف، يعني مش كوميديا بس إفيه، مش كوميديا التغيير في الشكل هيلبس ازاي او مش هيلبس ازاي، هو بيخلق موقف، لكن كان عنده طول الوقت حالة مختلفة، حالة بتاعت محبته ربنا سبحانه وتعالى والسعي لرضا ربنا، بل انه يذكر ربنا في اي شيء طول الوقت كتير. وينظر الى الطبيعة دايماً كده، التسبيح. دي حقيقة، كان دايما على طول التسبيح ده معاه في السبحة على طول، وعلى طول ذكر النبي عليه الصلاة والسلام دايما كان يقول لي يا معتز قبل ما تنام حاول تصلي على النبي 1000 مرة. دي فعلا من ساعة لما توفى لغاية دلوقتي أنا بعملها على قدر الإمكان يعني. فهو دايما كان دائم التسبيح، دائما الصلاة على النبي، ودايما كان زيارة بيت الله الصالحين
كان على طول في السيده نفيسه وسيدنا الحسين والسيده زينب، وكان محب لآل البيت وكان محب للنبي عليه الصلاه والسلام قوي يعني. فعلاء عاش، ودي اول مره اقولها، عاش بالفطره يعني جدا، الفطره اللي هي الفطره اللي هي على ثديته وفطره الطفوله، لان علاء قلبه كان قلب طفل، واخد بالك، كان يزعل وبعديها بخمس دقايق تلاقيه ولا كان حاجه حصل معانا مع اصحابه، ممكن ياخد على خاطره وبعديها بخمس دقايق يعني مثلا كان يشد عليا مثلا ما بغلط ولا بعمل حاجه مثلا هو مش عايزها فيشد عليا، فانا مثلا باخد جنب كده يعني يجي يقول لي عادي يا خمس زي ايه انت زعلت ولا ايه خلاص ما تعملش كده تاني. فكان دايما الحنيه فيه وقلبه قلب الطفل، كان بيعامل كل الناس صغير كبير زي بعض يعني، ما كانش بيفرق بين حد، اخونا كان الناس كلها بتحبه يعني. الناس لغايه دلوقتي عندنا في الشارع في المنطقه كل ما بتشوفني بتترحم عليه، بتاع الفول العربيه بتاعت الفول اللي في اول الشارع لغايه دلوقتي لسه عم ربيع يجي يقول لي الله يرحمك يا استاذ علي كنت تيجي تقف معايا وتعزم الناس كلها وانت واقف على عربيه الفول، كان يبقى راجع من التصويت مثلا الصبح دايما كان لازم يروح عند عم ربيع بتاع الفول ياكل الفول ويقعد مع الناس وفي قهوه عندنا يخش يقعد معاهم ويشرب الشاي ده حليب اللي كان بيحبه، حاجات كده كانت في فطريه جميله، فطريه العفويه وفطريه الطفوله وفطريه النفس الراضيه جدا الحمد لله. لا 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 علاء كان عارف اجمل فرحته ايه لما كان بيشوف طفل صغير بيتحك كده وياخده في حضنه، ده كان فرحه الدنيا فيه، ويفضل يقعد يمسك الطفل ده يقرا عليه قران وبتاع وحاجات زي كده. كانت فرحته بيوسف ابن اخويا خالد الله يرحمه كان عنده ست شهور لما اتولد، كان اول ما جه من البرازيل قبل ما توفى بساعات قال لي لازم اطلع شنطه اللعب والهدوم اللي كان جايبها ليوسف، فضل مصر قلت له طب علاء لما تريح وكده، فقال لي لا لازم يوسف ياخد الحاجات دي. فكان يعني بقول لك قلبه طفل، ده حقيقي واضح واضح، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى كتب له قبول في قلوب الملايين لحد اللحظه دي. الحمد لله الله يرحمه. وبعدين نص موهبه علاء كانت جايه من القبول الرباني اللي كان عنده. والله نص الموهبه عنده كان القبول، هو كان بعد كده لما بيقول بقى اي حاجه يطلع يمثل فكانت الناس بتستقبلها على طول الحمد لله فورا الله يرحمه. ويدي لك طولة العمر والبركه في العمر خليك. وربنا يا رب يديم علينا جميعا كل نعمه. ربنا يخليك وميرسي قوي يا يوسف. يا رب يخليك يا معتز، ده واجب وحاجه من القلب يعني. المصري ربنا يخليك، ده البيت. بشكرك جدا يا يوسف، انت اخونا يعني انت عارف جدا. انا عارف ده، انا بتشرف ده، انا بتشرف والله، ده دايما اقول ده احنا اخوات يعني. ربنا يخليك يا رب، ألف 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 شكر ليك معتز ولي الدين، يعني زميلنا بالمناسبة معتز وشقيق الفنان الراحل علاء ولي الدين. حقيقي أنا مرة فعلا ده بالظبط كان تقريبا من سنة أو أقل قليلا ويمكن أزيد بكام يوم، بتكلم قاعد مع حازم الحديدي صديقنا والكاتب المعروف والسيناريست الشهير، كنا بنتكلم على كده، فبيقول لي احنا كنا في البرازيل فقلنا ننزل البحر، نزلنا البحر ولقيت علاء بيسبح، فبسأله، ده الكلام هنا عن على لسان أستاذ حازم الحديد، فقال له أنت بتعمل إيه؟ قال له بسبح لربنا، فضحك، قال له ما هو المية دي بتسبح، وكل الحاجات المخلوقات الدقيقة اللي فيها دي بتسبح، فأنت ما تقطعش التسبيح، كمل. أنا بشوف الحاجات دي الحقيقة بإنه هو ده السر، إن ربنا يعني عارف أنت إخواتنا المتصافين لك ربنا صرف له. هو ربنا عشان كده صرف للمرحوم الرائع الجميل علاء ولي الدين أيما صرف، راجل مش موجود معانا بقاله 20 سنة ولا يغيب عن الذهن، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته قادر يا كريم. استأذنكم نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل، عايزين نتكلم شوية على عودة الدراسة مرة أخرى. طب احنا هنبدأ فصل دراسي جديد، معانا على التليفون عايزك معانا داخل الاستوديو الدكتور، النهاردة أنا تعبان جدا في حاجة في مخي، الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية بجامعة عين شمس، يكلمنا على إحنا
ازاي نقدر كأولياء امور واولادنا في المدرسه وهم داخلين على الفصل الدراسي الجديد ازاي يتعاملوا مع المناهج المتطوره الجديده. استنونا بقى بعد الفاصل نفهم اكتر. طيب اهلا بحضراتكم مره تانية، وخلونا نرحب بقوه وبشده بضيفنا العزيز الدكتور تامر شوقي استاذ علم النفس التربوي بكليه التربيه جامعه عين شمس، ويعني طالما اتفقنا في وجهات نظر منورنا يا دكتور. اهلا بك يا استاذ يوسف واهلا بكل الساده المشاهدين، كله تمام الحمد لله. دلوقتي احنا مقبلين على الفصل الدراسي الجديد وحصل تطوير في المناهج، كنا لسه بنقول قبل الفقره المجتمع البشري بطبيعته، بس هتصححني بقى عشان ده تخصصك، هو طول الوقت يقف امام كل ما هو مستحدث او جديد لانه يجهله فبيكش. تمام. وانا من دعاة انه ونكش ليه؟ احنا نقتحم الموضوع ونطور نفسنا بما يتفق ونتعامل ونتكيف وما الى ذلك. احنا مقبلين على فصل دراسي جديد، مقبلين على مناهج مطوره. هنتعامل معاها ازاي في النطاقين أولياء الأمور والتلامذة؟ طيب في البداية برضك عشان نصحح المفاهيم، تطوير المناهج بدأ من مرحلة الكي جي 1 و 2 واصل الآن إلى الصف الخامس الابتدائي. حلو. وخلال السنوات القادمة هيخش على ستة ابتدائي، فالإعدادي في مرحلة ثانوية. المرحلة الثانوية ما حصلش تطوير في المناهج، لكن حصل تطوير في نظم التقويم والامتحانات. الامتحانات بقت بتيجي بتقيس عمليات عقلية أولياء وعمليات ابداع وتفكير ابتكاري وكده، فمن هنا حصلت مشكله بالنسبه لامتحان الثانويه العامه. ارجع تاني لسؤال حضرتك عن تطوير المناهج وصدمه اولياء الامور. في البدايه العمليه التعليميه بحكم ان هي بتخص شريحه كبيره من المجتمع المصري، فبالتالي في هنا العين عليها بشكل كبير جدا، في قلق وتوتر بين اولياء الامور، وبالذات لدى طلاب او اولياء امور طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي. ليه؟ طورنا المناهج. طيب التطوير ده حاجه وحشه ولا كويسه؟ التطوير ده قولا واحدا ممتاز. حلو. تمام. وبرأي متخصصين ان هو ممتاز، حتى الناس بتوع اساتذه الجامعات في اقسام العلوم والرياضيات واللغه الانجليزيه كلهم بيتفقوا ان هو منهج مطور وجميل جدا، ده منهج عالمي. طيب هنا في سؤال، هل اولياء الامور راضيين عن نظم التقويم القديمه والمناهج القديمه؟ المناهج القديمه دي يا استاذ يوسف كانت بتشجع على الحفظ الصمم. هو بتخرج لي طالب مش فاهم حاجة، وإحنا كنا بنشوف في التصنيفات الدولية للتعليم كانت مصر تحتل مكانة متأخرة. فهنا الدولة المصرية المؤثرة في وزارة التربية والتعليم كان ليها وقفة كويسة جدا في إن هي عملت مناهج عالمية. المناهج ديت على فكرة مناهج عالمية وبدرس على مستوى العالم. طيب المناهج ديت فيها فكرة اسمها التكاملية. يعني التكاملية؟ اللي أنا ما أدرس الرياضة بشكل منفصل والعلوم بشكل منفصل واللغه الانجليزيه بشكل منفصل، لا يا فندم، اعمل حاجه اسمها التكامل انتجريشن بين العلوم المختلفه، بحيث ان انا اكسب الطالب نظره كليه وتكامليه لاي موضوع، اي قضيه في الكون اخليها تناولها من زاويه العلوم، من زاويه الرياضيات، من زاويه اللغه الانجليزيه الى اخره. فمن هنا بعمل حاجه اسمها تفكير كلي كتلي بدل التفكير التجزئي. التفكير التجزئي بتاع زمان كان بيعارض عمليه الابداع. الابداع ده يعني بيقوم على التفكير الكلي. طيب هنا واجهتنا بعض الصدمات زي ما حضرتك تفضلت وقلت في البدايه، مشكله صدمه الجديد دي عمليه نفسيه مليون في الميه. العمليه النفسيه بتقول ان الانسان لما بيشوف اي حاجه جديده عليها بيرفضها رفض داخلي. ليه؟ عشان هو مطالب في هذه الحاله ببذل مجهود مضاعف عشان يعمل عمليه تكيف مع الجديد. خلي بال حضرتك، التكيف مع الجديد بعد ما نتعود مع الجديد ده هتبقى عالي. اي حاجه جديده في البدايه بتبقى صعبه في التكيف، الانسان بيرفضها عشان هو عارف ان هو هيبذل جهد معين للتكيف معاها، بمجرد ما هو يتعود عليها خلاص الامر بقى عادي. طيب هنا مناهج رابعه وخمسه فيها اشكاليات. منها يا فندم مثلا ان هو ضخامه المناهج بالنسبه للخطه الزمنيه بتاعه الفصل الدراسي سواء الاول او الثاني. طيب فيها مشكله ثانيه مثلا يا فندم، فيها مشكله ان في بعض المفاهيم والمصطلحات بحكم ان هي مناهج عالميه لا تلائم البيئة المصرية، الطلبة ما يقدروش يلاقوها في بيئة مصرية، حيوانات اسمها حيوانات أو نباتات موجودة مثلا في أمريكا. فبالتالي من الصعب إن الطالب يشوفها أو يحسها. من هنا نشأت الصعوبات.
لكن في كل الأحوال مع تعود المعلمين على شرح هذه المناهج وتمكنهم منها، تعود أولاء الأمور مع هذه المناهج وتمكنهم منها، هتلاقي العملية دي بقت عملية طبيعية، وأولاء الأمور نفسهم هم اللي هيتمسكوا بيها. على فكرة معظم أولاء الأمور رافضين للمناهج الجديدة من جواهم بيقولوا ان هي مناهج ممتازه. طيب يعني حتى على مساله هيبقى فيه مش عارف انواع من الفصائل الحيوانيه ولا النباتيه دي موجوده في قارات اخرى وبعيده، اظن مع وجود الانترنت امال احنا كنا نعمل ايه؟ يعني احنا مواليد 75 احنا كنا غلابه جدا. امال احنا كنا نعمل ايه؟ فكل حاجه بقت موجوده خلاص، اسم الحاجه بتتحط بتلاقي مليون صوره ليها ومليون وصف ومليون شرح وتفصيل وتشريح، وحاجه عظمه يعني. ما الاشكاليه بقى مش في كده بس استاذ يوسف، المشكله في ان المفهوم الرئيسي طالع منه مفاهيم فرعيه، ومفهوم الفرعي طالع منه مفاهيم فرعيه تانية، فده بيعمل حاجه في علم النفس اسمها العبء المعرفي على الطالب. ربنا خلق الطالب ومخ او الانسان بوجه عام بيبقى ليه حاجه اسمها سعه معرفيه، زي الكوبايه ديت بتسع مقدار معين من المعلومات، لو انا زودت في المعلومات المايه دي هتطلع بره الكوبايه، هو ده الحاصل يا فندم. المفاهيم ديت عايزين منها مفاهيم فرعيه فرعيه فرعيه، فده بيشتت وبيعمل عبء معرفي على الطالب، من هنا بيشتكي اولياء الامور من كثافه المناهج بالنسبه للفتره الزمنيه. لو الفتره الزمنيه طويله وممتده على فكره المناهج دي هتبقى ممتازه ومفيش حد هيشتكي خالص، لانه زي ما حضرتك لسه قايل المناهج دي زي المناهج بتاعت بره بالظبط يا فندم، وأن الطالب بتاعي ما هوش أقل عقليا في إمكانياته وقدراته بالعكس من الطالب اللي وراه، بالعكس بالظبط كده، بدليل أن احنا أساتذتنا ودكاترتنا وباحثينا أول ما بيسافروا بره بيعلموا تفوق على طول. جميل يعني جدا. ينور جميل جدا. يعني المسألة مرتبطة بالمدة الزمنية بالظبط، ده جانب من حل المشكلة أو من المشكلة نفسها ضيق الفترة الزمنية. وعايز أقول لك وعايز أقول حضرتك على حاجة يا أستاذ يوسف، في نظريه في علم النفس كبيره جدا اسمها نظريه العدوى النفسيه. اوكي ايه هي بقى نظريه العدوى النفسيه؟ هقول لك مثال بسيط، لو حضرتك رحت اي مثلا مدرسه فيها كي جي 1 مثلا وعيال لسه داخلين الفصل وكده، لو طفل واحد عيط هتلاقي كله عيط كله على طول. حتى وهو مش فاهمين ليه السبب. نفس الشيء على مستوى الكبار، لو ولي امر اشتكى هتلاقي كل اولاده مشتكوا زيه، حتى لو ابنهم ما بيعانيش من نفس المشكله ديت. تمام، وده الموجود مثلا في بعض جروبات اولياء الامور. انا مشارك في بعض جروبات اولياء الامور بحكم المتخصص بيستشيروني في بعض الامور يا فندم، بلاقي ولي الامر اشتكى من حاجه الاقي كل اولياء الامور بيشتكوا من نفس الحاجه. عدوى بالظبط كده يا فندم. فمن هنا ده بيمثل مصدر من مصادر الشكوى لدى اولياء الامور. لكن انا هنا لما انا انقل لابني المشكله ديت انا هصعب عليه. انا دوري كولي امر ما اقولش لابني ان المناهج دي صعبه، انا كده معلش يعني في اللفظ بعلمه العجز، العجز المتعلم. صح تمام. ايه هو العجز المتعلم؟ اللي انا مهما ذاكر لا، ده ابويا اللي هو كبير وامي اللي هي كبيره بيقولوا المناهج كبيره وصعبه، يبقى انا مش هقدر استوعبها. يبقى انا اديت لابني مبرر للفشل. يعني ايه مبرر للفشل؟ انا سقطت ليه؟ عشان انت طول السنه بتقول لي ان المناهج كبيره، فعلا المناهج كبيره مش قادر استوعبها. انا عايز بقى الاب والام يمارسوا دور اقصى ذكاء في العمليه ديت، ان هم يبقوا مصدر للهدوء داخل البيت، داخل الأسرة، إن هم يفهموا إن المناهج دي كويسة، المناهج دي جميلة وحديثة، الطفل هنا هيقتنع بيها وهيتقبلها وهيقدم عليها، غير كده هعمل مشاكل لابني والنفس في الآخر. هل ده ينسحب حتى على التلامذة والطلبة الأكبر شوية؟ يعني طلبة الإعدادي، طلبة الثانوي، أنا ساعات كتير أسمع الجمل كده بتاعت وبالذات بتوع ثانوي دول سن مراهقة دول على طول مقلقين كده ومتوترين وعيال متعبة جدا، إنه ما خلاص ما انا مش هقدر الم المنهج. حتى من ايام ما كنت انا في ثالثه ثانوي اسمع الجمله دي بتاع مش هقدر الم المنهج. ليه مش هقدر؟ يعني اصل انا خلاص عرفت مستوايا، اصل كده الامتحان هيبقى صعب، اصل انا مش هلحق كليه الطب اللي كان نفسي فيها. نهينا عن انه دايما الحلم الموروث بتاع يا طب يا هندسه، ده شويه بدا يتبدد عند الاجيال الجديده ان هم شايفين تخصصات احسن. نتعامل ازاي مع العيال دول؟ طيب انا اختلف مع حضرتك الى حد ما في هذه النظره الشبه التشاؤميه. بص يا يوسف، انت عندك اعداد كبيره جدا من الطلاب في كل مرحله تعليميه، ده ما يمنعش من ظهور بعض هذه الفئات. تمام، وخلي بالك ده انا دايما اقول في مفهوم في علم النفس اسمه التشاؤم الدافعي. ايه هو مفهوم التشاؤم الدافعي؟ ان الطالب يكون طول السنوات السابقه بينجح وتفوق، ويجي في السنه الجديده مع قرب الامتحانات يقول لك انا هفشل رغم ان هو تاريخه السابق كله نجاحات، فل ويخش على الامتحان وينجح ويتفوق فيه. تمام، طيب
لكن حتة الشكوى ديت وان انا كذا وكذا وكذا لا افندم دوت يعني بيعمل ده عملية نفسية يمكن بيعمل استعداد نفسي لدى والديه بمعنى ان هم يتوقعوا الأسوأ فبالتالي لما يجيب احسن من ما يتوقعون يبقى هنا حقق هو نجاح او انجاز تمام. طيب الشكاوى من المناهج بتقل تماما زي ما حضرتك شايف من اول سته ابتدائي لغايه ثالثه ثانوي. حضرتك ما تلاقيش حد في ثالثه ثانوي بيشكي من المناهج بيشكوا من ايه؟ من الامتحانات. هنا العمليه بتعكس في المرحله الثانويه. طب ليه بقى؟ هو ده الكتب اللي حضرتك عليه في بدايه اللقاء ان انا كل المكان الجديد تعودنا عليه اصبح مألوف. هنا المناهج كلها مناهج بقالها سنوات يمكن المناهج ديت مثلا بقالها اكتر من 10 15 سنه فبالتالي ما فيش شكوى منها عشان الناس عندهم خبره سواء معلمين او طلاب او اولياء امور في التعامل معاها فبالتالي ما بتظهرش اي مشاكل. لكن ولادنا طبعا في مراحل تعليم مختلفه والله عز يوسف احنا بننقل لهم كناس كبار كاولياء امور كراشدين بننقل لهم فكره سلبيه عن التعليم. لا يا فندم انت ازرع في ابنك الطموح عرفوا ان التعليم ده حاجه مهمه جدا في الحياه انه مش هينفعه بعد كده غير الشهاده بتاعته وكل ما ارتقى بالشهاده بتاعته هيحتل مكانه اجتماعيه اعلى تمام. لكن ما اقعدش اسفه في التعليم واقول له كذا وكذا وكذا. الطالب بيمتص الكلام ده بشكل لا شعوري في داخله وبالتالي بيفقد قيمه التعليم في نظره. واحنا هنا بنتكلم مع اولاد وبنات لسه غير مكتملي الخبر لسه خبراتهم بسيطه خالص في الدنيا. طيب ساعات بنلاقي ساعات نموذج من اولياء الامور اللي بيبقى متخيل انه كده بيشجع ابنه او بنته فيقول له ايه بص السنه دي مش سهله السنه دي تقيله المنهج مش سهل المنهج صعب جدا ده هيحتاج منك مجهود مضاعف اركز على المذاكرة اعمل مش عارف ايه سياسات طول الوقت الترهيب والتخويف وهو متصور انه كده بيشجع ابنه اكتر على المذاكرة. بالعكس دلوقتي في مفهوم علم النفس الايجابي في علم النفس التربوي الايجابي اللي انا اركز على ايجابيات ابني وليس على سلبياته. يعني مثلا انا دايما احفز ابني ما خوفوش ما اعجبوش اكافئه بمعنى ابني مقصر في المذاكرة ما جيش اقول له انت مقصر وانت ما عملتش وما عملتش وما عملتش شوف كلام كله سلب ونفي. لا يا فندم اجي اقول له انت انجزت كذا وباقي لك كذا نكمله تمام. لو انا كولي امر كل شويه اقول لابني انت ما عملتش او السنه دي سنه صعبه انا هعمل عمليه تراكم نفسي رهيب عند الطالب هعمل عليه ستريس نفسي غير عادي. الستريس ده يا فندم بيجيب نتائج عكسيه بعمل له قلق حاجه اسمها القلق المفرط او المفرط اللي انا بوصل له لمرحله عاليه من القلق. القلق طبيعي جدا عند الطالب عشان يقدر يذاكر. طيب القلق ده لو وصل الى مرحله معينه دمر الطفل من الناحيه النفسيه او دمر الطالب من الناحيه النفسيه. انا كاب وكنموذج لابني لازم اكون نموذج ليه في الهدوء بمعنى اللي انا ابقى قاعد راسي وهادي جدا في البيت اقول له يا ابني دي سنه عاديه جدا وانت كل سنه بتنجح وبتتفوق وما فيش اي اختلاف بينه وبين السنه قبل كده. شوف زمايلك بتوع السنه اللي فاتت كانوا في نفس السنه ديت عملوا ايه كلهم نجحوا ودخلوا مثلا كليات وجامعات انت مش اقل منهم ومناهج هتبقى جميله جدا وسنه جميله جدا لاثبات امكانياتك بس اهم حاجه تعمل اللي عليك. الاسلوب هنا بيختلف. الاب والام بالنسبه للطالب في اي مرحله لغايه الثانويه العامه بل ولغايه الجامعه كمان بيبقى شايف الاب والام دولت نص الدنيا بتاعته فبالتالي هيكتسب ثقته بنفسه من خلال كلام ابويه عنه. وهيكتسب او هيفقد ثقته بنفسه من خلال الكلام السلبي للاب والام اليه، فبالتالي لازم احنا نؤكد على الناحيه الايجابيه في التعامل مع ابنائنا، نركز على ايجابياتهم ونبعد عن التركيز عن سلبياتهم، تمام؟ ونديهم دافع للتقدم باستمرار. طب ساعات بيبقى في كلام انا اظنه بيحمل معنيين كده ما يتفهمش، تفهمش هو بيقول كلام ايجابي ولا بيقول كلام سلبي، في حاله ولي الامر. مثلا فيبقى يقول له وهو فلان احسن منك في ايه؟ اصله مش احسن منك في حاجه. جميل جدا. الجمله تبدو ان انا بشجع ابني مثلا. انا اخدها بمنطق اللي هو ايه؟ انا لو اتقال لي الكلام ده هو انت قصدك فعلا ان فلان احسن مني؟ فانت عايزني ابقى زيه، انت ليه عايزني ابقى زي فلان الفلاني مش زي نفسي يعني؟ ممكن ابقى انا عندي نظريه مؤامره مش عارف بس انا بشوف الجمله دي برضه من الجمل الملتبسه كده اللي مش مفهومه. طيب بص يا يوسف أنا ابني عايش معايا وعارف مستوى قدراته العقلية. حلو. ابني قد يكون مستوى قدراته العقلية ضعيفة أو متوسطة وقد يكون متفوق. ابني لو متفوق أشد عليه.
لا جدال لا مانع. لا والله اشد عليه بس بعيد عن طبعا العنف البدني والكلام ده. لا 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 اعوذ بالله. يعني ممكن اديله كلمتين اسحب حاجه هو بيحبها منه تمام هيجيب نتيجه كويسه جدا ممتازه طالما هو اصلا متفوق. بالظبط كده. ليه بقى؟ عشان هو لو شد حيله هيجيب المستوى اللي ابوه عايزه. لكن لو ابني مستوى ضعيف او متوسط لو انا شديت عليه هيجيب نتيجه عكسيه ينزل. عشان كده كده مستواه مش هيجيب اكتر من اللي هو جايبه. فبالتالي هنا اركز على ابني ده بالمكافئات اللي انا حفزه اللي انا كافئه اللي انا اديله ثقه بنفسه اقول له انت كويس كمل اعمل خلاص انت عملت عليك ما تزعلش. الكلام ده كله هينفع مع مستوى الابن. اذا مستوى الابن العقلي هو المحدد لتعامل الاب والام مع الابن تمام. طيب الولد او البنت ايا كانت المرحله الدراسيه اللي هم فيها ساعات بنسمع الجمل بتاعه ما انا مهما عملت مش هعرف اجيب الدرجات النهائيه مثلا او مهما عملت مش هطلع من الخمسه الاوائل. ده نتعامل معاه ازاي؟ لا يعني الولد بيحبط نفسه ذاتيا. طيب هو برضك ده كله شغل يعني حديث سلبي عن الذات. دوت عامل من عوامل فقد الثقه بالنفس. احنا عندنا في علم النفس مصطلح فقد الذات بنسميه سيلف افيكاسي او فاعليه الذات. فاعليه الذات ديت او الثقه بالنفس عشان ابنيها احد المصادر الرئيسيه فيها يا فندم حاجه اسمها الحديث الايجابي مع الذات. ايه هو الحديث الايجابي مع الذات؟ اللي انا ما اقولش لنفسي ان انا فاشل. اقول لنفسي ان انا متفوق. ان شاء الله هنجح. هبذل جهد وربنا هيكرمني حتى لو ما كرمنيش في المرحله ديت هيكرمني في مراحل فيما بعد. تمام؟ يبقى انا الطفل هيكتسب او الطالب هيكتسب الحديث الايجابي مع الذات لما تكون صورته عن نفسه ايجابيه نتيجه نظره ابوه وامه ليه الايجابيه. لو انا اديت لابني الثقه بالنفس هيثق بنفسه خلاص ان شاء الله هنجح واتفوق واجيب كذا وكذا. وطبعا مش كل اولادنا هيبقوا رسمين هم يجوا يطلعوا من الخمسه الاوائل. يعني انت عارف التفوق دوت ربنا خلق حاجه اسمها منحنى اعتدالي 2% بيبقوا بس متفوقين وبعد كده بيبقى 64% هم طلبه متوسطين. طيب اخر سؤال هفكر فيه معاك بصوت عالي ودي حصلت يعني ما بيني وما بين ابن واحد صاحبي. قاعدين بنتكلم ولد ظريف ودمه خفيف مذهل تمام وتلقائي جدا مش فاكر كان الحديث على ايه فقال لي انا خواف. فبقول له لا يا عم ده انت شجاع ده انت جامد. يقول لي انا خواف. وابوه اسمه علاء قاعد عمال بيضحك. قلت له يا ابني انت بتضحك على ايه؟ وقاعد عمال بشقى. قلت له خالص انت مش خواف ده بيتهيألك ده انت قوي. يقول لي لا انا عارف يا عم انا خواف. ايه السبب ان الولد شايف نفسه خواف؟ طيب هو الاول حاجه سنه كام سنه؟ كان زغنطوط. يعني ابن علاء كان وقتها عنده قد ايه؟ عنده مثلا بتاع 7 سنين تقريبا. طيب دي حاجه طبيعيه تمام. لو حضرتك قلت لي سن اكبر كنت يعني كان في تفسير تاني. دلوقتي دايما في سيكولوجيه تربيه الاولاد لازم في اسس معينه للتعامل معاهم وتوقيع الثواب والعقاب. يعني ابني مثلا مد ايده على حاجه خدها بدون قصد ما اجيش اقول له انت حرامي. والله حد يقول لابنه كده؟ ما ده قيس على كده بقى اللي حضرتك بتقول عليه دلوقتي. الابن ده شاف مثلا قطه خاف وصرخ قال له انت خواف فكرسه جواه الاحساس. بالظبط. انا عملت هنا حاجه اسمها عمليه نفسيه اسمها وصمه. وصمته بلفظ الايه؟ خواف. فبالتالي الطفل حتى لو هو مش بيخاف او ما عندوش الصفه السلبيه ديت هيثبتها على نفسه. خلاص ما ابويا كده كده بيقول عليا ان انا خواف يبقى انا خواف. عشان كده دايما ننصح الاباء والامهات لما ابنهم يغلط غلطه مش لازم يوصموا شخصيته، لا يصف السلوك اللي هو ارتكبه في الموقف ده بالذات. انت غلطت هنا عشان خدت ديت من غير ما تستاذننا. في فرق كبير جدا بين ان انا اقول له ان انت حرامي وان انا اقول له ان انت خدت حاجه من غير ما تقصد. انت هنا في الموقف ده انت خفت من القطه وكلنا بنخاف من القطه في الموقف ده. وبين اللي انا اقول له انت خواف. لو انا قلت له الوصمه دي زي ما بقول لحضرتك كده هيسعى ان هو يثبتها في الحياه فيما بعد. عشان كده التربيه ديت يا يوسف تربيه حساسه جدا ودور الاب والام عظيم. عشان كده انا بستغرب لما اشوف اباء وامهات حتى حاصلين على اعلى شهادات العلميه وبيعاملوا اولادهم بطريقه مش كويسه جدا. طريقة غريبة. حتى في القناه الاولى بتعجبني الاعلانات اللي فيها تنمر. تمام جميله جدا. بتتكلم على مساوئ التنمر وكيفيه التعامل معاه والنتائج السلبيه اللي بتيجي من ورا التنمر. بالظبط يا فندم. ده يمكن يكون التنمر من الاب للابن. الابن مش هيساوب حتى لو انت بتهرج ان انت بتهرج. هيفتكر ان هو ده حكمك عليه. حتى لو ابنك كبير وفي الجامعه واتكلمته بطريقه ديت هيفتكر فعلا الصفه دي فيه وهيفقد الثقه بنفسه رغم ان هو كبير.
يبقى احنا نخلي بالنا بالذات في اول سنوات في حياه الطفل، عشان دي بناء عليها بتشكل شخصيته طول العمر. نبقى حساسين جدا في اي لفظ او كلمه نقولها لاولادنا، ونحاول دايما حتى اضعف الايمان نخش شبكه الانترنت ونشوف قصص تربيه مثلا او التعامل مع الاولاد او المراهقين، هلاقي معلومات مفيده وكويسه جدا باذن الله. باذن الله انا عايز اشكر حضرتك اولا جدا 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 يا دكتور، واتمنى دكتور كمان احنا نتقابل كتير، لان الموضوع ده بالنسبه لي مهم، خصوصا حضرتك اشرت لمساله تجمل بالاخلاق، دي حمله عاملاها بالمناسبه الشركه المتحده، هتلاقيها موجوده اخلاقنا الجميله وتجمل بالاخلاق. الحملة الشركة عاملاها علشان كده، علشان تكرس وتأسس لمسألة مجموعة من الأخلاق والمبادئ والطرق والمفاهيم اللي هي إيجابية وتعود بنا إلى أصولنا الحقيقية في ترقيتنا وتركيبتنا كمصريين. نورتنا جدا يا دكتور، وهنحتاج نشوفك كتير خلال الفترة الجاية طول العام الدراسي شغال والله وغيره، محتاجين احنا نشوف حضرتك جدا. كل الشكر للدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس. أنا فعلا بقى أدعوكم لمتابعة الحملة دي، لأنها حملة فعلا مهم، وزي ما لفتت نظر دكتور تامر لفتت نظري جدا جدا، وكنت أحب أشوف الحاجات دي من زمان، بس هو كويس إنها اتعملت. في الحته دي الواحد بصراحه يشكر جدا الشركه المتحده على انها ملتفته للامور دي والتفاصيل الدقيقه اللي من هذا النوع. خلصت الحلقه لحد كده، اما زميل العزيز كريم رمزي فهتلاقوه داخل علينا كمان شويه وبرنامجه رقم 10، احنا لو كلنا العمر نقابلكم بكره ان شاء الله وبرنامجكم التاسعه. سلامات.